الله غير روعه الله. وهذه العبة اللي يجب نخرجوا بها انه شباب قسنطينة تلقى في على الملعب نتاعو زوز تعادلات وهزيمه المقابلة في الملعب نتاعو، في المقابله نتاع وفاق السيف 50,000 متفرج متواجدين في الملعب، قعدوا الى نهايه المقابله وهم يشجعوا، في المنطق يقول انه فريق ديما يخسر في الملعب نتاعو ويتعادل ما يجيش الجمهور بالكثافه هذيك، ولكن اعطى مثال جمهور قسنطينة بروعه نتاعو 50,000 كانوا مشجعين، فتحيه اعجاب للجمهور هذا وان شاء الله الجماهير في كل ملعب. لانه اعطى المثال حتى في عند الهزيمه والتعادل يخرجوا ويتصفقوا ما فما حتى مشكل، ان شاء الله الجمهور نتاع شباب قسنطينة اعطى المثال ان شاء الله. انت قلت 50,000 متفرج.